الشعبيه ضبط الملوكيه. قله الادب دي ما تحترم نفسك يالا، احترم نفسك. تقولك الشيخ حكي لي عنك بلاوي، 6 مليون انت خدتهم عموله في صلاح محسن، 6 مليون. اقول لك حاجه سريعه، ما ترجعش. عاجل نادي الزمالك يعلن انسحابه من الدوري رسميا. ما هي حقيقة زيارة عادل إمام إلى النادي الأهلي في المغرب؟ السلام عليكم. نطفا قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. مساكم الله بالخير. عندنا سحب على 100 جوال ايفون 14 برو ماكس، كل الشروط تتفرج على 20 فيديو سابقين في قناة كرة شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات، وبإذن الله كمان شهر سيكون السحب على 100 ايفون برو ماكس. عاجل نادي الزمالك يعلن انسحابه من الدوري رسميا. أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عقد مجلس الإدارة لجلسة عاجلة لمناقشة موقف القلعة البيضاء من الاستمرار في بطولة الدوري المصري للموسم الجاري. وكان الزمالك قد سقط أمام فاركو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد برج العرب الإسكندرية. ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ما حدث مع فريق الزمالك شيء متوقع، فكل الأندية دعمت فرقها وقامت بقيدهم فيما عدا نادي الزمالك دعم، ولكن اتحاد الكرة المتآمر رفض قيد اللاعبين الجدد. وتابع: وبناء عليه تم دعوة مجلس الإدارة لجلسة طارئة عصر الثلاثاء لعرض عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل هذا المناخ السيء والمؤامرات الحقيرة التي يقودها اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك بهدف حرمان النادي من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثالثة على التوالي ليرضي الفريق المنافس. ما هي حقيقة زيارة عادل إمام إلى النادي الأهلي في المغرب؟ أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اللجوء إلى القضاء المصرية من أجل الفصل في أزمته مع اتحاد الكرة بشأن قيد صفقات القلعة البيضاء الجديدة. وقال منصور في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك بعد مماطلة اتحاد كرة القدم لمدة أسبوع رفضا أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة وهم يعلمون أن قرارهم بعدم قيدهم للاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية. وأضاف: ولم يكن قرار الاتحاد صادرا من أجل مصلحة عامة بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه، وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس النادي. وأردف: وإذا ذلك العبث الغير مبرر، نجح المستشار مرتضى منصور في تحديد جلسة عاجلة صباح الغد الأربعاء طالبا الإيقاف الفوري والغاء قرار اتحاد الكرة الذي صدر لصالح نادي معين لحرمان نادي الزمالك من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثالثة. وتم: نحن نثق في قضائنا العادل أيا كان حكمه. شاهد لحظة وصول عادل إمام إلى دولة المغرب الشقيقة من أجل دعم النادي الأهلي. قال شادي محمد قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر يستطيع دائما تحقيق الفوز في كل المباريات ولا يوجد أي مستحيل في قاموس النادي. وقال شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع إبراهيم فايا: عقلية النادي الأهلي دائما صناعة المستحيل، وكرة القدم تعطي من يخلص لها ويقدم الجهد خلال المباريات، ولا يوجد في كرة القدم مستحيل خاصة مع النادي الأهلي، لأن الفريق في كرة القدم مستحيل خاصة مع النادي الأهلي لأن الفريق على مدار تاريخه عاش جميع اللحظات الصعبة واستطاع تخطيها. وأضاف: أنا معجب بمستوى النادي الأهلي في كأس العالم للأندية هذا الموسم، ومعجب بتفكير إدارة الأهلي بعدم الاستجابة لأي ضغوط مثل صفقات وهذا الكلام. والآن الفريق به عدد كبير من اللاعبين المميزين الذين أصبحوا يسبب لكولر حيرة كبيرة بسبب الوفرة العددية، ولذلك الأهلي وصل لهذا المستوى الرائع مع تركيز مارسيل كولر وعمله الرائع مع الفريق. وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على سياتل ساوندرز ضمن مباراة بطولة كأس العالم للأندية أمس بهدف سجله اللاعب محمد مجدي أفشة من تسديدة في الدقيقة 88 من زمن المباراة. وضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدا مع ريال مدريد الإسبانية ضمن مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل.
شهد لحظة زيارة عادل إمام إلى بعثة النادي الأهلي في المغرب من أجل دعمهم. تذاع مباراة الأهلي مع ريال مدريد على قناة السعودية الرياضية CCS وقناة أون تايم سبورت الأرضية. وتأهل الأهلي نصف نهائي بطولة كأس العالم الأندية وضرب موعدا مع ريال مدريد الإسبانية بعدما حقق فوزا مثيرا على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهاء القرن. ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاديو بن بطوطة بمدينة طنجة المغربية. ونجح الأهلي في ملامسة المجدي بعدما ضرب موعدا مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل. وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسوكا وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني مانينجا. وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بيرسيراتا وعاونه الإيطالي ماسليمانو إيراتي. جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين وانحصر اللاعب وسط الملعب كثيرا وإن كان الفريق الأمريكي قد بدأ ينشط هجوميا بشكل أفضل من الأهلي الذي اعتمد على الهجمة المرتدة. ولم تشهد أول 15 دقيقة محاولات هجومية قوية من الأهلي فيما حاول سياتل الضغط على مرمى الشناوي. وبمرور الوقت واصل سياتل سيطرته على منطقة وسط الملعب مع محاولات متباعدة من الأهلي عن طريق تا وكهرب وطاهر. الأداء المتحفظ من جانب الأهلي فرض نفسه على أحداث الشوط تقريبا فيما شكلت هجمة بطل أمريكا الشمالية ضغطا على الشناوي الذي تعرض لإصابة بسيطة تلقى على إثرها العلاج في أرضية الملعب. واستكمل المشاركة في المباراة إلى أن انتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي. أول تصريع عاجل بشأن إيقاف الأهلي بسبب كهرباء. كشف محمد العراقي الناقد الرياضي عن إمكانية مشاركة محمود عبد المنعم كهرباء في مباراة الأهلي المقر لها غدا أمام سياتل الأمريكية في ربع كأس العالم للأندية. وقال العراقي في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أدي ببرنامج الحكاية المذاع على فضائية NBC مصر مساء اليوم الجمعة أنه حتى الآن لم يصدر قرارا بشأن إيقاف كهرباء. وأضاف أن جلسة الاستماع بلجنة الانضباط تقدم فيها محامي كهرباء بطلب من أجل تقسيط الغرامة على 5 سنوات والاستمرار في اللعب حتى يتمكن من دفع الغرامة. وأشار إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب من أجل وقف كهرباء مرة أخرى لأنه لم يحصل على الغرامة كاملة. وفي حال تم إيقاف كهرباء فإنه لن يستكمل كأس العالم للأندية حتى يتقدم باستئناف على القرار والذي سيستغرق 2 أسبوع. وأكد أنه في حالة صدر القرار بإيقاف كهرباء لن يتمكن من اللعب في كأس العالم للأندية. والآن أعزائي المشاهدين أعتقدوا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. هل بالفعل قام عادل إمام بالزيارة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.